الفن مرآة يرى فيها المرء وجهه هو، والعبادة هي الموقف الصحيح إزاء الحقيقة. إن الأوهام هي التي تجعل الحياة أمرا يمكن احتماله، لذلك يكره الناس الحقائق لأنها تبدد الأوهام وتضعهم أمام مرارة الواقع. إذا ما قبلت أن تعيش هذا الإلحاح الغريب للولوج إلى التلال المظلمة والآفاق البعيدة، فتوقع إذن الموت المبكر، لأنك ستجد إن هذا العالم الإنساني المشغول دائما أصغر من أن يتسع لإيوائك. ليس هناك أسرار للنجاح، فهو حصيلة الإعداد الجيد والعمل الشاق والتعلم من الأخطاء والفشل. إن إرادتي الحرة ليست سوى نتيجة لوجود مثير أو دوافع من الخارج، الخيال ينبغي ألا يستخدم للهرب من الواقع وإنما لصنعه. الساعة 2 فجرا أنهيت مقالا أنكرت فيه وجود الله، وحين ذهبت لأنام لم أستطع إطفاء النور خوفا مما سيفعله الله بي.